طيب نطلع بقى دلوقتي على ايه؟ على روفوز، روفوز بارن، حظيرة روفوز. هو اصلا في ظهري قاعد على طول، انا شايف كرابشن في وشي. طب ايه، ننزل عادي؟ انا عارف هي بتنزل عادي، ميحصلهاش حاجة، الزحلة ايه جميلة. نتجه بقى الى هذا المكان مباشرة، بس انا شايف برضو في شوية عفن هنا. ده العفن الرئيسي مش كده؟ اوكي ده اوكي. المكان ده شكله خطر كده يا جماعة. انا فضل نط عليها بتلف فعلا؟ طب يلا تعال. هوب يلا. لا في صندوق صناديق اهي. ده شكله كده ايه، صندوق مش ولا بد. لا والله شكله طلع بد خالص، مش ولا حاجة. هل احنا ذاهبون؟ نعم اننا ذاهبون. تعالوا بقى يا اصدقائي. بره كده الله تيجي سنترال. ما جاش، تعال هات دي، خد دي. يا بنت لذينة، انت مش مستحقة كل الضربة دي يعني، انت اخرك كده. هو ازاي انا منشر على ايده؟ ليه جت في قلبه؟ هو في اوتو ايم ولا يا جماعة؟ لا انا عايز اطلع هنا دلوقتي. انت عايز تنيمها لي ولا ايه؟ طيب وبعدين هتعملوا ايه؟ تعالي هنا. المفروض احطها فين؟ اي مكان هنا. طب انا هعوز احطها فين؟ انا مش عارف يعني، هما بيقدروش يطلعوا فوق. اوكي ممكن اعمل حركة، ممكن اجيب دي هنا قريب كده. هنا تعالي هنا، كان نجيب دي هنا صح؟ نطلع عليها وبعد كده نقول لهم يحركوني. ايوه تعالوا كده، ودوني بقى هناك. ايوه كده. هو ليه بيلف ليه؟ انا مش فاهم ليه. ماشي متشكرين يا حبايبي، متشكرين جدا. دي انا خدتها اوريدي. بسرعة 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 بسرعة. خد في وشك، خد كمان. خد باي باي. ما
ماشي اللي بعده. يلا تعالى لي بقى انت كده عشان انت ايه خنقتني. خد في وشك. ايوه هات الناس دي. ايوه جت فيها والله والله جت فيها. ايوه بقى ايوه خد دي بقى في رجليك. ايوه بعيد بعيد والله بعيد. اديني لايف اديني لايف. خد دي هنا. ايوه لا 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 دي هنا برضو جت في البتاع. لا لا طب ناخد عليه دي 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 دي. ايوه لا هنا دي كمان. ايوه دي كمان. ايوه وش بعيد. خد دي. خد يا خد خد. خد دي بقى النهاية بقى النهاية بقى. فو يا ساتر. اوف وتم الحمد لله قطع اخر فرع فساد من فروع فساد كلها بعد بوس فايت عينيف. الحاجات دي ما ينفعش تضغط كده ولا بتطلع. ايه بس دي دي عايزه ايه بقى هنا كده عشان نطهر الحاجات. نحطها فين دي المخزن؟ هنا. تعال المفروض بقى يطلع لي حاجه هنا بقى عشان ايه تساعدني في حاجات تانية. البنت طلعت لي. ايه مساء الخير. ماشي تقول ايه بقى؟ تعال ناخد دي الاول. كل يا ولاد تستحق برضو عانيتوا معايا. دي اوديها فين؟ طبعا واضح مفيش نزول هنا. This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. والله انا مش قادر اقف. هي عايزه تقول ايه بصراحه؟ يعني مش قادر. حاولت بس ما فشلت للاسف. يعني انا بعترف بفشل يا جماعه مباشره على الهواء. يعني انا حاسس ان هي بتقول ده كلام مش مهم قوي. يعني ايوه ايوه امسكي امسكي. بعدين ماشي امسكي هنا وهنا برضو. اديني السكرت. طب انا خدت واحدة هنا ايه وانت افتكر ده كمان كولكت. مساء الخير منور روت فاوند. المفروض ننزل بقى من هنا ولا ايه؟ ولا في حاجة تانية اقدر اعملها من هنا؟ I don't think so. طب المفروض دلوقتي بقى نرجع لتاروز لاف. لا اديرز لاف. انت بس البصص في الظهر. مفيش حاجة ناخدها بسرعة كده؟ مفيش. اوكي
مباشرة. ده في كوربشن، دي انا عايز اشيلها، وانا طلعت واحدة هناك اوريدي. تعالي الكود عشان يعلم عليها. يا اخي بعيد جدا. روحي روحي، انا جاي وراك. لا اخس اخس، الحركة الغبية اللي عملتها بتلف الكاميرا يا كينا بقى، ما تقرفنيش في عيشتي. طب في صندوق ما خدتوش، معلش يا جماعة اخد الاول بس، مش عارف ايه لازمة الحاجات دي، بس انا لازم لما واخد اخده. ايوه تعال روح كده. اهو تروح فين تروح فين، اهو اهو تعال تعال اهو. شكرا ثانك يو. هل انا على الطريق الصواب ام ماذا؟ على اليمين، ده المكان الرئيسي اللي انا جاي اصلا اشيل من عليه كوربشن. هو ده. منين بقى؟ المفروض الاقي حاجة تقول لي اهي. كل ده ما عمليش حاجة، مش المفروض يجيب على الاقل كات سيني رحب بيا ولا الحتة دي حررتها اخيرا واوا بلا بلا بلا. اوكي واو روفوس، you're okay. I can't believe Rufus. it. هو ده روفوس يا جماعة. How are you doing, big guy? سعيد انه رجع للحياة تاني. Easy there, old friend. I'm happy to see you too. هو حجر وديله أخصان. دي كينا يا جماعة، هي هنا عشان تساعد. هو شكله جامد بس هو من جواه سويت هارت يعني طيب. كانت تكلم على الدور عموما. هو اداني حاجة انا مش عارف ايه بالظبط. Time has turned most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. Let's go find another relic. مبسوطة. مبسوطة اللي هو رجع تاني روفوس. Let's go find another relic. تعالى بقى نروح نلاقي أثر تاني. طيب يا جماعة أنا شايف إحنا ممكن نتوقف عند هذا الحد من الفيديو. وطبعا إحنا خلصنا relic واحد أهو، أول relic في الثلاثة. ونستعرف مع بعض بقية الريلكس الحلقات الجاية. رب كنت استمتعتوا بالمشاهدة يا شباب، كان معكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان. وتنسوش طبعا تسيبولي في التعليقات رأيكم في الجيم بلاي وفي البوس فايتس وفي لعبة كينا ككل. واشوفكم في فيديو جاي يا شباب، ومع السلامة.